احنا كنا بنسأل على حضراتكم من امبارح وعرفنا ان انتوا لسه راجعين من السفر. على العموم بالنسبة لحالة زهرة، كسر في مفصل الحوض اليمين وغيرنا المفصل وارتجاج بسيط في المخ. انا جراح مخ وعصب. كويس، حضرتك كده هتسهل عليا كتير. ممكن اشوف الام ار اي اللي اتعملت لها؟ مامتها كمان دكتورة. اهلا وسهلا. الف سلام عليك يا حبيبتي. الف سلامة زهرة. حبيب بابا انت كويس؟ هتخفي بسرعة إن شاء الله. إن شاء الله. أنتوا مين؟ أنا مامي يا حبيبتي. بوست كونكشن أمنيجيا. أكيد طبعاً حضرتك عارف إن النوع ده من فقدان الذاكرة بيحصل بعد الارتجاج في المخ. بس أتمنى إنه ما يطولش. هي واعية يا دكتور. أنا في الحقيقة كنت عايز حضراتكم ضروري. خير. يعني يا ريت نتكلم بره أحسن. يلا اتفضلوا. دكتور انا عايزه ملف البنت كله، وعايزه اعرف اسم الدكتور اللي عمل لها عمليه تغيير المفصل، وعايزه اعرف نوع المفصل. يا فندم كل حاجه هتكون في ايديكم في اقل من 10 دقائق. طب سيادتك عايزنا في ايه؟ في حاجه في التقرير انا محتاج اشرحها لحضراتكم. في ايه؟ حصل نزيف داخلي والدكتور بيعمل العملية. عملت سونارة؟ بالظبط. واكتشفنا إن زهرة حامل. وحصل إجهاض نتيجة الحادثة. اللي أنت بتقوله ده؟ دي طفلة. أنت مستوعب أنت بتقول إيه؟ بنتي اسمها زهرة عماد الخولي. ممكن يبقى في غلط ولا حاجة، ملف تاني غيرها. يا فندم أنا آسف بس دي الحقيقة. ممكن تركز معايا؟ حاول تهدى وتتمالك. دي طفلة!